أهلا بكم إلى هذه القراءة في الصحف الوطنية الصادرة اليوم، والبداية بصحيفة الصحراء المغربية التي أفادت بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أكدت أن المغرب انتقل من المستوى الأحمر إلى المستوى البرتقالي خلال الأسبوع الأخير، إذ انخفضت نسبة الإصابات الجديدة بمتحور أوميكرون بنسبة 50% على المستوى الوطني. منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية معاذ المرابط قال إن المغرب انتقل وبعد 5 أسابيع متتالية من المستوى الأحمر المرتفع لانتشار المتحور أوميكرون إلى المستوى البرتقالي الذي يتميز بانتشار متوسط، وذلك ابتداء من 7 إلى 13 فبراير الجاري. إلى يومية المساء التي كتبت بأن صافي الإيرادات الجمركية بلغ أكثر من 5.6 مليار درهم خلال شهر يناير 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20.7% مقارنة مع نفس الفترة خلال السنة السابقة. وأفادت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية أن هذه العائدات تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات واسترداد الضرائب البالغة 3 ملايين درهم ما تم شهر يناير الماضي. ونختم جولة اليوم من قراءتنا لأهم ما تضمنته الصحف المغربية بجريدة الاتحاد الاشتراكي التي قالت إن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أكد أن إحداث فرص الشغل في المغرب يعتمد بشكل أساسي على استمرار تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وقال الحليمي إن التشغيل يظل قضية معقدة وتتطلب عملا طويل الأمد، ويعتمد إحداث فرص الشغل في المغرب على المثابرة في تنويع الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية.